هو رمضان الذي نريده؟ نحن نريد رمضان بشكل أساسي، رمضان الكرم، رمضان القرآن، رمضان العزة والشرف، رمضان الجهاد في سبيل الله. هذا هو رمضان الذي نريده. رمضان شهر القرآن، فالإنسان الذي يدرك أن رمضان شهر نزل فيه القرآن معناها يجدد العهد مع الله ويكثر من القراءة في القرآن ويحاول أن يتعلم القرآن حفظا وتلاوة. التلاوة قد تعني القراءة وقد تعني الاتباع، يعني تلا فلان فلانا يعني اتبعه. فنحن عندما نتلو القرآن نحاول أن نتبع، أن نقتفي أثره، ماذا يقول في العقيدة، ماذا يقول في العبادة، ماذا يقول في الأخلاق، بحيث نتلوه نتبعه. فنحن في حاجة إلى استشعار رمضان القرآن، نحن في حاجة إلى استشعار رمضان الكرم. كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. نحن في حاجة إلى استشعار رمضان الجهاد. لنا نعلم أن هناك غزوتين كبيرتين وقعتا في شهر رمضان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هما غزوة بدر الكبرى في صدر الهجرة، وفتح مكة عندما دخل الناس في دين الله أفواجا. فرمضان شهر الجهاد، وعلى مدى التاريخ كان عندنا جهاد في شهر رمضان كبير، وعندنا العاشر من رمضان آخر الصيحة. فبالتالي نحن كمسلمين نستشعر أن أرضنا يعني مستعمرة، أن مقدساتنا ملوثة، أننا في حاجة إلى استعادة كرامتنا من يد المغتصب الدخيل. هذه قضية يجب أن نثيرها، ويجب يتجدد الوعي فيها، لأننا يجب أن ندافع عن حمانا وعن أرضنا وعن مقدساتنا وعن ثرواتنا. لا ننسى أن رمضان فيه ليلة القدر، معنى ليلة الشرف والعزة. هذه الليلة التي هي ليلة الشرف والعزة والسلام، أين نحن منها الآن؟ فيجب أن يكون المسلم كفرد والمسلم كمجتمع في عزة وشرف وسلام. هذا هو رمضان الذي يجب أن نسعى إليه وأن نحرص عليه.